الفجر جوا القزرة، نحن مستلمين القزرة علينا، مستلمين المطار علينا، مستلمين القيادة العامة برضه في نفس الحال جيشنا جوا. دايرين قوت البرهان تجينا بعرباته، دايرين مشاه يجونا مشاه بعرباته، ما يخرج جوا الجحر ودق المواطنين. هسه الان اثر في المواطنين وقتلهم واي حاجه، ونحن اي شغل قدره، اي شغل قدره نحن. في طيران بيجي يضرب فينا، في طيران يمشي يضرب في المواطنين، يعني حتى المواقع في بعض من المواقع اللي هو بيضرب فيها، يعني بعيدا من مواقعنا ده بيجي يضرب في سكنات المواطنين مباشر. دي كلها انتهاك لحقوق الانسان. نحن اصلا ما بنعتدي على مواطن، وليس عندنا مشكله مع مواطن. ربنا يتقبل شهدانا وربنا يشفي جراحانا ان شاء الله.